سلام سلام على اجدع ناس رجال واناث. لو لسه ما شفتش الحلقه اللي فاتت فانا هسيبها لك في الوصف، لان الانمي ده جامد فاخر من الاخر. فخلينا نبدا بالحدوته، هما لناش دعوه بالافكار المحبوكه من هذا الانمي، وخلينا نبدا. في بداية الحلقة بتشوف درورو ماشي مع الراجل ده واللي اسمه ياكيمارو، ودرورو عمال يمدح فيه ويقول له انت كنت جامد يا اسطى، ده انت عملت من الوحوش سلطة، ده انت اللي مفيش منك اتنين. لكن ياكيمارو مش مديله اي اهتمام اصلا ولا بيكون سامعه حتى، وبيروح لشجر التوت بيقعد ياكل فيها شوية، وفجأة بيطلع سيفه وبيروح للنهر علشان يصطاد له شوية سمك، ودرورو بيكون منبهر منه حرفيا. لسه جاي كلها ولكن درورو بيقفه على طول وبيقول له استنى يا اسطى مش كده، تعالى انا اعمل لك شويه سمك على الفحم يستاهلوا بقك. بعد كده بيولعوا نار وبيبداوا يشوا السمك وبداوا ياكلوا فيه. درورو بيفضل يتكلم مع ياكيمارو لكن مش بيكون سامعه ولا شايفه، زي ما قلنا قبل كده ان هو ما عندوش اعضاء حسيه، لكن ياكيمارو بيكون شايف ارواح الاشياء اللي قدامه بس، وبيكون اسمها شعلة الروح، والعامل اللي بتشتغل عليه هو الالوان زي العدوانيه والكراهيه، وكل حاجه بتنتمي لهذا العالم. وهي ياكيمارو بيميز كل اشكال الحياه بالوان مختلفة، وهو عنده ان هو يشوف لون الروح، وكمان عنده قدرة حادة وفائقة بتساعده ان هو يتحكم بجسمه، سمحت ليه انه يعيش في وسط الظلام. والسبب ان هو رفض يهجم كل ده على درورو لان لون شعلة روح درورو مش مصدر تهديد له ولا بيحمل له اي عدوانية، واثرت روح درورو عليه في انه يفضل جنبه وما يتخلاش عنه، وروحه تبقى تاني روح تعمل معاه كده، والروح الاولى تبقى الراجل ده، بس خليه على جنب. بعدين بيصحوا تاني يوم وبيبداوا رحله جديده في البريه لصيد الوحوش. درورو بيسحب ياكيمارو وراه واخده على قريه وبيقول له ان فيها وحش مجهول وان هم لو قتل الوحش ده هياخدوا فلوس، لكن ياكيمارو بيحس بوحش قريب لكنه مش شايف منه اي تهديد. وبعد ما وصلوا للقريه بيقابلوا راجل غريب وبيكون سامعهم وهم بيتكلموا عن الوحوش، فبيسالهم هو الوحش عمل لكم حاجه؟ بيرد عليه درورو وبيقول له احنا باشا بعون الله جايين نخلص عليه، شايفين اللي ورايا ده هو اللي هيخلص على الوحش بنفسه، وهو لسه هات الوحش من شويه، ايه رايكم تجربوه؟ الراجل بيرد عليه وبيقول له انت متاكد من الكلام ده؟ بيقول له امال. رد عليه الراجل وقال له تمام، ظبطوا الوحش واللي انتوا عايزينه هنجيبه، اتفضل معانا على العشاء. رد عليه درورو وبيقول له وراك يا باشا، وبيروحوا وراه. وبعد ما كلوا بيروحوا يناموا في اسطبل الحصانه، ودرورو بيسال نفسه هو ازاي في وحش والناس دول عايشين في نعيم وهدوء كده وهم ما عندهمش اراضي كتير؟ جابوا كل محصول الارز ده منين؟ فجأة المكان بيضلم وفي صوت جرس كل شوية يرن والباب بيفتح، وبيظهر الوحش اللي هي ياكيمارو طنشه، وبيكون شكله بشع وراسه كبيرة وماسك جرس في ايده. درورو بيترعب حرفيا وبيقول له صاحبه الحقنا يا اسطى، الوحش قدامنا اهو، قوم اقضى عليه. لكن هي ياكيمارو ما بيتحركش من مكانه وسايب الوحش عادي. بعدها الوحش بيسيبهم وبيمشي وبيقفل الباب وراه. تاني يوم الراجل بيصحيهم وبيقول لهم زعيم القرية عايز يشوفكم. بعدها بياخدهم لزعيمه، ولكن في حاجة غريبة بتحصل، الناس اللي في القرية بيبصوا لهم بصات غريبة. بعد كده بيوصلوا لبيت الزعيم وبيلاقوه قاعد في زاوية على السرير، وبيقول لهم اتفضلوا مش هعرف ارحب بيكم لاني مريض. بتقول له درورو انت بتبص لي كده ليه، هو في حاجة؟ بيقول لها لا بالعكس انت جميلة قوي بس مش نوع المفضل في البنات. اسف. بتنكسف منه وبتقول له شكرا لمدحك، اسفة لاني طلبت منكم تيجوا فجأة. اهل القرية قالوا لعنكم وكنت عايز اشوفكم واتعرف عليكم، خصوصا الراجل اللي جنبك، اعتقد انك هتكون اللي في بالي. درورو بيقول لها هو انت تعرفيه؟ فجأة ياكيمارو بيطلع سيفه ورايح يهجم عليها، لكن درورو بيمنعه وبيقول له ان دي بشريه ما ينفعش تموتها. بعدها بيدخل اهل القريه وبيروحوا يدافعوا عنها وبيكتفوه من كل ناحيه وبيحبسوهم في مكان غريب. درورو بيقول له انت ازاي يا اسطى تهجم على الست الجميله دي؟ ده انت ما طلعتش سلاحك على الوحش اللي شفناه من شويه. بيقطعهم راجل عجوز وبيقول لهم العيال الصغيره اليومين دول صداع، وبيطلع هو الراجل اللي ظهر في اول الحلقه اللي قضى على الوحش، وبيقول لهم انا سعيد انكم جيتم تونسوني. درورو بيقول لهم هم قبضوا عليك انت كمان يا حاج. بيقول لهم كنت عايز انا كمان اشوف الوحش ده، انا كنت نايم في امان الله صحيت لقيت نفسي هنا. وبيقول لي يا كيمارو انا فاكر اني شفتك قبل كده. درورو بيساله هو انت بتشوف ازاي وانت اعمى؟ بيضحك وبيقول انا اقدر اشوف حاجات العين ما تقدرش تشوفها وانا واثق اني شفته قبل كده. درورو بيساله هي ايه الحاجات اللي ما اقدرش اشوفها؟
يرد علي انا مثلا شايفك قدامي عبارة عن شعلة بيضاء جميلة اللي هي روحك يعني. درورو بيقول له قصدك يعني ان الراجل ده بيشوف زيك؟ بيقول له ايوه. فجأة الاتنين بيحسوا بخطر قريب منهم والانوار كلها انطفت. هي كيمارو بيجهز سلاحه وبيقول الوحش طالع من الحوض اللي قدامهم وبيهجم عليه وبينزل في الحوض وراه وبيطلعوا من النفا وبيروحوا لبيت الزعيم وبيكسروا الباب. بتقول لهم اتفضلوا نورتم، ازاي تهاجموا واحد مريض؟ العجوز بيقول لها كل الالعاب الوسخه انكشفت. درورو بيساله انت شايف لون روحها ايه؟ بيرد عليه وبيقول له لون روحها احمر دموي داكن والاسود بين اللونين. بتقول له انا ندمان اني ما اكلتكش من بدري. وبتبدا تتحول لسحليه عملاقه بشعه والظاهر ان هي شيطان. هياكي مارو بيبدا يهجم عليها وبيضربها في عينها فبتجري منه ولسه جاي يخلص عليه الا ان الكراويين هجموا عليه ورموا عليه شباك صيد وسابوها تهرب. هياكي مارو مش بيسيبها وبيجري وراها هو كمان. بيقولوا الكراويين ايه اللي انت عملته ده؟ شكلك كنت عارف ان هي شيطان وكنتوا بتاكلوها الناس اللي كانت بتيجي القريه. بيرد عليه وبيقولوا ان لو ما عملتش كده الوحش كان زمان واكل القريه كلها. بعد كده بنشوف هياكي مارو بيجري ورا الشيطانه وبيكون شايفها باللون الاحمر الدموي. بترمي عليه اعواد الخيزران وبتصيبه. الشيطان بيسمع صوت جرس وراه وبيشوف الوحش اللي شفناه قبل كده وبيرجع يبص على هياكي مارو مش بيلاقيه. فجاه بيلاقيه نازل من فوق وبيديله ضربه بتفلق دماغه نصين، ولكن بتطلع لسه عايشه وكانت مستخبيه في ديل الوحش وبتكون من الشياطين الاثنى عشر اللي ابوه عمل صفقه معاهم. بتقول له انت عايز ترجع جسمك صح؟ لو قدرت تعمل كده. ولسه ما كملتش كلامها بيغزها في نص دماغها وبيقتلها. وبيسمعوا صوت جرس وراهم فبيبصوا وبيلاقوا نفس الوحش بتاع كل مره ولكن بيختفي في الارض فجاه. درورو بيروح مكان ما اختفى بيلاقي في المكان ده فلوس كتير. الراجل العجوز بيسال كارو عن الفلوس وانها كانت بتاعه الناس اللي الشيطان اكلهم. بيرد عليه وبيقول له قريتنا كانت فقيره جدا لحد ما جت الشيطانه دي. وبعد كده بيسيبوه وبيمشوا وبيتكلموا مع بعض. ودرورو بيكون زعلان وبيقول لهم ان الشيطانه دي كان فيها شبه من امي. وهي كيمارو بيبص لروحه وبيلاقي روحه طيبه فبيروح قدامه وبيمسك وشه فبيتحرج منه وبيقول له بطل تعامل زي العيال الصغيره يا مجهول الاسم. فبيكتب له اسمه على الارض. بيسال العجوز انت عارف هو كتب ايه؟ العجوز بيحط ايده على الاسم وبيقرا الاسم المكتوب وبيكون هياكي مارو. وبيفتكر الماضي وانه شاف روحه قبل كده من 16 سنه. وبنشوف دايجو اللي في مشاكل بينه وبين بلاد ثانيه وبيحس ان في حاجه حصلت وبيقول للخادم بتاعه تعال عايزك تتحقق من حاجه. وبنشوف ان في تمثال لشياطين من الشياطين بيتفلق نصين. وبنشوف هياكي مارو بيسترجع حاسه من الحواس في جسده وبيكون بيعاني حرفيا. ودرورو بيكون قلقان عليه يا ترى ايه الحاسه اللي هيعاني منها هياكي مارو وايه هو لغز الشياطين الاثنى عشر اللي يقدروا يرجعوا حواس هياكي مارو لان شكل الموضوع ده في ان كل ده واكتر هنعرفه في الحلقات الجايه. فما تنسوش تتاكدوا ان انتم مفعلين الجرس وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الى هنا كان فيديو النهارده، كان معكم الراوي وبيس.